ومكسب النادي الاهلي في دور 16 لكاس مصر، ويخرج لتقرير عن لاعبي نادي الاهلي وفرحتهم بالفوز بعد مباراه الاهلي والزمالك امبارح. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ان احنا يعني قدرنا نعدي بمباراه. مباراه الكؤوس بيبقى ليها طابع خاص، ماتش الاهلي والزمالك بيبقى ليه طابع خاص. احنا كنا احسن طوال فتره المباراه، التوقفات الكتيره اللي هو جهاز نادي الزمالك اكبر الحكام عليها اذتنا في مره من المرات، لان اللاعبين فقدوا تركيزهم. كنا 17 بونت، رجعنا وحش قوي في الرجعه دي. المباراه دي يمكن احنا نادي الزمالك مظلومين فيها شويه، لان احنا برضو بقى لنا 21 يوم توقف، وبعدين نلعب بيج جيم لايك زيز بعد 21 يوم كتير. المباراه اظهرت ان انا عندي بعض الميستيكس اللي انا لازم اصلحها ان شاء الله ان شاء الله، انما انا سعيد بروح فرقه الاهلي، بروح الفانيلا الحمراء، بروح الولاد مع بعض باصرارهم على المكسب، لان مش 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 سهل انك يبقى معاك سكور وتخسره وبعد كده ترجع له تاني. دي حاجه كويسه جدا، واحنا ان شاء الله معانا فرقه كبيره، فرقه كويسه، ناقصين اثنين لعيبه كبار قوي، يعني ناقصين عبد الفضيل وناقصين السلعاوي، غير ولد اسمه عمر طارق المعداوي الصغيرين. يعني احنا ناقصين اربع لعيبه كويسين، اربع لعيبه ممكن يبقوا في ال 12، فبرضه دول مقصرين علينا شويه. اخص بالذكر يعني بتقل عبد الفضيل من افضل السناتر اللي عندنا، والسلعاوي طبعا لعيب كبير. انا النهارده كسبت يعني الروح، ان اللعيبه شايفه بعض بيلعبوا مع بعض، اوقات كتيره جدا من الجيم دفعوا كويس، فدي مكاسب الجيم. مكاسب الجيم طبعا كان السنه اللي فاتت الزمالك كان شويه ليد علينا. لا لما بقول كده طبعا انا بعتبر نفسي ان انا في النادي الاهلي سواء ماسكه او مش ماسكه، فكده يعني ده مكسب كبير ان احنا نبدا ان نرجع تاني نكسب الزمالك ونكسب الفرق الكبيره، لان احنا صغرنا السن، ويعني الحمد لله يعني عملنا سكواد كويس. بشكر جدا 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 الكابتن محمود الخطيب، بشكره جدا على الجهد اللي عمله مع ان هو يوقف الباسكت على رجله، ومجلس الاداره كله طبعا. بشكرهم جدا جدا، وبشكر طبعا الجهاز اللي معايا جهاز محترم جدا جدا، اول سيد مصطفى مدير قطاع الناشئين، مرام احمد الجرحي، واسلام الكيلاني، وكل الجهاز بقى طب ودر، لان الناس كلها هي اللي بتشتغل، يعني مش انا اللي بشتغل لوحدي يعني. بس انا يعني الماتش وضح لي حاجات، انا عندي بعض الميستيكس اللي انا شايفها فنيه ما اقدرش اقول تفاصيلها، انما ان شاء الله هعالجها باذن الله باذن الله باذن الله. يعني بروح الولاد دي نقدر نعالج اي حد. انا راحتي في ملعب التنس، يعني عندي انا اصحابي وكذا يعني، فبقى فرصه بقى يعني بقى لي كتير ما لعبتش، فعايز اخرج شويه من المود يعني. الحمد لله طبعا على كل شيء. ماتش طبعا الاهلي والزمالك دايما ماتش صعب في كل الرياضات. احنا يعني الحمد لله تعبنا قوي الفتره اللي فاتت، وكنا معسكرين ومتمرنين جامد ومركزين، وكابتن اشرف وكابتن اسلام وكابتن احمد الجرحي وكل الجهاز، يعني مش عايز انسى حد، تعبوا معانا، والحمد لله اتعلمنا من اخطائنا اللي كنا بنعملها في اول السيزون، وبانت الحمد لله في ماتش النهارده. في اخر الماتش مش فاكر، كان تقريبا مشعل او كان تقريبا مشعل دخل عليا ومندفع، فما عرفتش اروح احطها فين، رحت حطيتها ما بين رجله، خدتها من الناحيه الثانيه، لقيت لعيبه نادي الزمالك جايه بتجري عليا تضربني، وبعدين حصل مشدات بعديها. طبعا طموحي يعني ان احنا نشارك على نشارك يعني ننافس على ثلاث بطولات. طبعا النادي الاهلي والجماهير ما بتنتظرش اي حاجه منه غير الثلاث بطولات، فان شاء الله ننافس على ثلاث بطولات. عندنا فريق محترم وجهاز فني اكتر من محترم، والاداره مساعدانا وموفره لنا كل حاجه، فيعني الهدف ان احنا ننافس على ثلاث بطولات ان شاء الله. الحمد لله كنا بادئين كويس جدا، مركزين من بقالنا اسبوع بنتمرن على اللعب بتاعهم، بنتمرن على لعبنا، مركزين في فورمه كويسه، الناس كلها متحفزه، الناس كلها متشجعه ان احنا نكسب، فالحمد لله نزلنا بدانا الماتش اللي احنا نعلى عليهم الاول، ما ندهمش فرصه ونضغط عليهم، والحمد لله عملنا كده وقدرنا نطلع عليهم 10 بونت، ووصل 15 بونت 16 بونت، فالحمد لله. بس هي التوقفات هم كانوا بياخدوها فرصه ان هم يرجعوا في الماتش تاني، بس الحمد لله ما تاثرناش، وقدرنا نعلي السكور كل شويه، كل ما ننزل نلعب ديفنس كويس ونعلى. والله الحمد لله يعني ربنا وفقنا النهارده، احنا بقى من شهر 7 واحنا بنتمرن جامد، السنه دي مع كابتن اشرف توفيق بنتمرن جامد جدا، بنتمرن صبح وبالليل وفي تركيز الحمد لله.
مع الحمد لله الصفقات الجديدة اللي جت كلها الحمد لله متميزة وقدرت تساعد الفرقة النهاردة ان احنا الماتش يبقى الحمد لله في صالحنا. الماتش طبعا مع نادي الزمالك بيبقى فيه ضغط عصبي، فيه تنشنة، فيه يعني كان يعني ضغط علينا كان من اكتر لان احنا على ملعبنا وما ينفعش نخسر على ملعبنا. الحمد لله ربنا وفقنا النهاردة، الفريق كله بلا استثناء كان على قلب رجل واحد ان احنا ما نطلعش النهارده، يعني مش بنفكر في كلمه الهزيمه دي خالص. الحمد لله كله موت نفسه، كله ادى اداء رجولي، والحمد لله ربنا كرمنا الحمد لله في الاخر. لا السنه دي في الاعمار متفاوته، في كبار عندهم خبره وفي وسط وفي صغيرين، كلهم احنا بنلعب مع بعض، كلنا بنلعب تيم واحد. هتلاقي ال 12 عندنا ممكن يقلبوا الجيم، يعني ممكن حد ما شاركش النهارده تلاقيه الجيم اللي بعديه بيلعب وقت اطول وهو اللي بيقلب الجيم او بيساعد الفرقه يبقى سبب رئيسي في المكسب. السنه دي يعني فعلا احنا 15 لعيب، كوتش بيلاقي مشكله ان يدخل ال 12 مين وان مين ياخد وقت اطول، بيبقى لان كله بيموت نفسه في التمرين، كله الحمد لله مركز جدا السنه دي ان احنا ما نزعلش جمهورنا. السنه دي ان شاء الله يعني احنا بنقعدوا ان احنا هنقاتل على الثلاث بطولات. احنا هدفنا زي ما قال كابتن احمد الجرحي قبل الماتش، قال لنا هدفنا ان شاء الله بطوله افريقيا السنه الجايه، احنا لازم نكسب السنه دي عشان نلعب بطوله افريقيا السنه الجايه، فده هدفنا ان شاء الله بلا حدود باذن الله ان احنا نبسط الجمهور في ثلاث البطولات، وان شاء الله السنه الجايه نخش بطوله افريقيا ان شاء الله ونكسبها باذن الله. الحمد لله على المكسب، مبروك لي الفرقه والجهاز الفني والجماهير. يمكن احنا كنا مركزين بقالنا اكتر من اسبوعين في الماتش، دارسين كويس الجيم، الحمد لله خدناه خطوه خطوه لحد الحمد لله ما ربنا كرم وانتهى الماتش بالفوز لينا الحمد لله. هي كل سنه بتبقى يعني مالهاش علاقه بالسنه اللي قبليها، الموسم ده احنا داخلين ان شاء الله مركزين ثلاث بطولات، ان شاء الله التوفيق يبقى حليفنا السنه دي ان شاء الله. كان ماتش مهم دور 16 مع الزمالك، فريق كبير الحمد لله، زي ما قلت لك مركزين اكتر من اسبوعين بنتمرن على الجيم. يمكن السكور طلع كويس لينا فترات كتير، يمكن كل شويه الماتش بيقف، بيحصل احتجاج على الماتش، فده بينزل رتمنا شويه، وبعد كده لما الماتش يمشي شويه نرجع تاني الحمد لله نركب الجيم، وفي الاخر الحمد لله انا على المكسب. ان شاء الله هنقاتل على كل البطولات السنه دي، وماشيين بشكل كويس في دوري المرتبط، ماشيين الحمد لله بشكل كويس في الكاس، وان شاء الله دوري السوبر ان شاء الله بعد نهايه الدوري المرتبط هيبين بقى الفرق اللي داخله الفاينل، وان شاء الله وعد ان احنا هنقاتل على كل البطولات وهنكون عند حسن ظنكم ان شاء الله.